منذ أسبوع يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا واضحا مقابل الدينار العراقي بنحو 6000 دينار مقابل كل 100 دولار. مختصون في الشأن الاقتصادي عزوا أسباب هذا التراجع المفاجئ إلى ضخ المصرف المركزي العراقي مبالغ كبيرة من العملة الصعبة أشبعت حاجة السوق المحلية وقللت من الطلب عليها. السبب الرئيسي في هذا التراجع المفاجئ في سعر صرف الدولار مرده إلى ضخ المصرف المركزي العراقي نحو ربع مليار دولار يوميا في الأسواق المحلية، مما قلل من الطلب عليه، إضافة إلى التسهيلات التي توفرها السلطات والتي تتيح للجميع الحصول على العملة الصعبة من البنوك المحلية. شركات الصرافة ومكاتب تجارة العملات الأجنبية تتوقع مزيدا من التراجع في قيمة الدولار مقابل الدينار بعد عطلة عيد الفطر بسبب توقف بعض دول الجوار عن سحب الدولار من الأسواق العراقية. يستمر الدولار بالتراجع أمام الدينار العراقي منذ أسبوع، ونتوقع يواصل هذا التراجع لاحقا، والسبب الأساسي في ذلك هو توقف إيران عن شراء الدولار من الأسواق العراقية، مما قلص من الطلب عليه، فضلا عن قرار السلطات العراقية بتثبيت سعر صرف الدولار. ورغم هذا التراجع الكبير في سعر صرف الدولار، إلا أن أسعار السلع الغذائية الأساسية كالدقيق والزيت واللحوم الحمراء لا تزال كما كانت في السابق. تشير المعطيات الراهنة وتوقعات المختصين إلى أن سعر صرف الدولار سيسجل مزيدا من التراجع مقابل الدينار العراقي بعد عطلة عيد الفطر، لكن أسعار هذه السلع قد لا تنخفض على المدى المنظور. هيوا عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل.